كمان بدنا نرحب بضيفنا اللي صار موجود معنا بالاستديو، الدكتور هشام المكانين العجارمة، أستاذ التربية المشارك في الجامعة الهاشمية. رح نحكي عن الاختبارات المدرسية وسبل استعداد الطلبة لهذه الامتحانات. رح نعرف عن هذا الموضوع، ندرس قبل بوقت، لازم يكون في برنامج، كيف نتغلب على خوف الطلبة من هذه الامتحانات. تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء مع الدكتور هشام. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. طيب. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك ألف عافية. يعني بجزء من أهم المواضيع الآن كافة الأسر الأردنية، العائلات الأردنية تستعد، وفي مدارس بلشت، في مدارس أنهت، في مدارس على أبواب انطلاق هذا الموسم ونهاية العام الدراسي الأول. حابين نحكي بالبداية عن هذا الموضوع وأهمية الاستعداد بشكل كامل للاختبارات النهائية. يعني بعد إذا بدأ، شكرا لكم على طيب الدعوة، واسمح لي أن أتقدم ونتقدم جميعا من الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة بأحر مشاعر العزاء والمواساة لوفاة الشيخ نواف الصباح، والدعاء الموصول دائما برحمة والغفران إلى شهداء الأمة في قطاع غزة، مثمنين وإياكم جميعا مواقف سيدي صاحب الجلالة وولي عهده في دعم الأشقاء وإطلاق المبادرات التي شاهدناها قبل قليل. الحديث عن الاختبارات موضوع غاية في الأهمية، وأنا حقيقة بشكر لكم يعني اختياركم لهذا الموضوع، لا سيما كما ذكرت بأننا اليوم بعض المدارس بدأت فعليا الاختبارات، وبعض البعض الآخر منها مقبل خلال الأسبوع القادم على البدء بهذا الموضوع. هذا الموضوع أعتقد بأن الحديث فيه بسطحية أو الوقوف على قشوره دون التعمق فيه ليس من الحكمة بشيء، وأقول ذلك لأن لهذا الموضوع انعكاساته الكبيرة في واقع حياة الطالب، ولا سيما أن كثير من هذه الانعكاسات هي متحصلة نتيجة تفاعل الوالدين مع مشهد تقديم الطلبة للاختبارات. اليوم نتحدث على أنه في هناك جزء يعني أو نوع من الخوف أو رهاب إن جاز لنا التعبير في التقدم للاختبارات، فالحقيقة موضوع غاية في الأهمية، تشكرون عليه. ما في شك بأنه أي مرحلة تعليمية في هناك تنتهي بعملية تقييم، والاختبارات هي جزء أو أسلوب أو أحد الوسائل الذي يمكن انتهاجه في نظام التعليم للتعرف إلى مدى الأهداف التي تم تحقيقها، مدى تحصيل لدى الطلبة، مستوى المعارف، وطبعا لغايات كثيرة لعل من أهمها إعادة النظر في الخطط، إعادة النظر في المحتوى التدريسي، أيضا حصر المنهج الذي تم تقديمه للطالب، محاولة وضع البرامج التعويضية إن كان في هناك قصور فيها أو ما شابه ذلك. فتحتاج مثل هذه المرحلة إلى الاستعداد وإلى التجهيز وإلى التحضير، وأعتقد أن الأمر لا يقف فقط على عاتق الطالب ذاته، وإنما أيضا يمتد إلى أولياء أمور، لا سيما الوالدين، لأن اليوم نتحدث على أنه أولياء الأمور هم جزء لا يتجزأ من العملية التدريسية، لم يعد الأمر مقتصر في تقديم التعليم على المعلم والطالب، اليوم أولياء الأمور يشاركون المعلمين أيضا في تقديم المحتوى التدريسي من خلال متابعتهم الدورية في الحياة المنزلية. جميل. نعم. يعني أحيانا كمان دكتور الأهل هم بيكونوا سبب لهذا الخوف والتوتر. صحيح. لأولادهم. صحيح. الاستعداد قديش ممكن يقلل من الخوف أثناء الامتحانات؟ بنشوف طلاب عندهم خطة دراسية خلال العام بقسموها، وللأسف في طلاب تانيين قبل الامتحان بكم من يوم ممكن هو بس يدرس هاي المادة. حقيقة بجزء من أكثر الأسئلة التي تطرح يعني فيما يتعلق بفترة الامتحانات هو لماذا يكون هناك خوف من التقدم للامتحانات، وقلت لك قبل قليل بأن جزء من هذا الخوف مبعثه تعامل الوالدين، بالإضافة إلى ذلك الخوف من الفشل. وأنا دائما حتى أتحدث وأقول لا يوجد شخص فاشل، وإنما يوجد شخص يجهل مواطن القوة لديه. أحيانا حرصنا الزائد بالضبط على أنه أبنائنا يعني يأتون بتحصيل عالي أو علامات عالية يجعلنا نفرض عليهم كثير من الانعكاسات والتأثيرات التي غالبا ما تكون سلبية في هذا الاتجاه. كثيرا من أولياء الأمور اليوم يقارنوا أداء أبنائهم بأداء إخوتهم أو أداء أقرانهم أو أداء أبناء أقربائهم، وهذا من الممارسات التي يعني غير محمودة في هذا السياق، لأنه هذا له انعكاساته السلبية. الطفل اليوم بدل ما نعلمه على أنه يقلد السلوك الإيجابي
أو يتمثل السلوك الإيجابي الذي لدى الآخرين، اليوم أنه ممكن هذا الأمر يؤدي إلى الكره والغيرة ما بين المرحلة العمرية الواحدة. نعم. فما في شك بأنه اليوم إحنا حريصين على أنه نوعي أولياء الأمور على أن لا نعطي فترة الامتحانات هالخوف وهالهالة الكبيرة، ونتعامل مع المرحلة فترة زمنية وبتعدي أسبوع أسبوعين وتنتهي فترة الامتحانات. من الجيد أن نهيئ الجو الأسري لأن يتعلم الطالب، والعلم بالمناسبة بالتعلم، العلم يكون بالتعلم، والجد والاجتهاد يفضي إلى التفوق والنجاح. فإذا كنا حريصين على أن يأتي أبنائنا بنتائج إيجابية، علينا أن نهيئ البيئة المنزلية، علينا أيضا أن نتفاعل مع الوسط الأكاديمي الذي يتعامل أو يتعلم فيه الطالب. ومقابل ذلك من المهم جيدا في هذا السياق أنه نعمل على تنظيم الوقت، جدولة فترة الدراسة في هذا الأمر، لكن أن نقول للطفل أو للطالب دائما اليوم احنا بامتحانات، هذا الأسبوع فترة امتحانات، فبنهيئه أن ينقطع عن العالم وبنهيئه أن ينقطع عن الأنشطة، هذا لا يفضي إلى نتائج إيجابية. ولكن يجب أن نعمل على مع الطالب طبعا على وضع جدول زمني لمراجعة المادة الدراسية، وضع بعض النوتس، طرح كثير من التساؤلات، نترك مجال للطالب أو للطفل للقيام ببعض الأنشطة. طبعا دائما ما نتحدث في فترة امتحانات عن كثير من النصائح وكثير من الاعتبارات، لكن هذه تختل باختلاف المرحلة العمرية بالزبط. فقط عن ما نوجهه للأطفال الصغار ولأسرهم غير ما نوجهه لمن هم مقبلين مثلا أو في مرحلة الثانوية وما شابه ذلك، أو حتى في مرحلة التعليم الجامعي. صحيح. لكن هي فترة يجب أن لا نعظم هذه الفترة من ناحية الأثار السلبية، ولكن يجب علينا أن ندرك تماما بأن هذه الفترة تحتاج إلى جزء كبير من التهيئة، تحتاج إلى أنه احنا نهيئ أنفسنا. من المهم أيضا في هذا السياق أنه احنا حتى عندما يقدم الطالب امتحان ويعود إلى المنزل، من المهم أيضا أن نراجع مع الطالب الإجابات، نهيئه لليوم الآخر للامتحان القادم. لكن للأسف جزء كبير من أولياء الأمور لا سيما الأمهات تثقل على الطفل، طبعا هي أكيد من باب الحرص الزائد على أن الطفل بيحصل علامات عالية، لكن تثقل على الطفل بأنه ما في ألعاب، ما في أنشطة، هذا الأسبوع ممنوع نطلع، ممنوع نغادر مثلا، ممنوع نخرج مثلا إلى الأسواق وما شابه ذلك، تحت ذريعة الاختبارات. الاختبار وسيلة لقياس التقييم الأكاديمي. نعم. والتقييم الأكاديمي، وهذه رسالة أيضا ممكن توجيهها حتى إلى إدارات المدرسية. يعني نحن نعلم تماما بأن فترة الامتحانات غالبا ما يرافقها فترة استعداد لإجراء هذه الامتحانات، سواء بترتيب القاعات أو ببعض اللجان أو التهيئة وما شابه ذلك. نعم. فينبغي أن لا نرسم لدى الطالب بأننا مقبلين على فترة يعني تحتاج إلى الكثير، وفترة يعني ما في شك يبنى عليها، وبعض الامتحانات قد تكون نتائجها يعني مفترق طرق بالنسبة للطلبة. لكن إذا أردنا حقيقة أن يقوم الطالب بتقديم أداء نرتضيه له وهو يرضاه لنفسه، فعلينا أن نهيئ هذه الفترة الزمنية. من المفيد جدا الاستعداد مبكرا للامتحان. جزء كبير اليوم من طلبتنا حتى بالمناسبة بالوسط الأكاديمي في الجامعات لا يدرس إلى ليلة الامتحان للأسف. وهذه من الممارسات التي غالبا نقول غير محمودة، لا نقول خاطئة ولكنها نقول غير محمودة. الأصل أن يتيح الطالب لنفسه مجالا لمراجعة المادة الدراسية، سواء طبعا هذه النصائح قد تختلف إذا كان نمط الدراسة فردي أو نمط جماعي. فإذا كان عن النمط الفردي أبتعد عن المشتتات، عن كل شيء ممكن يكون فيه إزعاج. أيضا بعمل جيدا على حصر المادة الدراسية المتضمنة في الاختبار النهائي، أطرح مجموعة من التساؤلات، ممكن أستخدم مثلا بعض الرسوم، بعض الجداول، أعمل اختصارات للمادة التعليمية، أركز على المهم. وأيضا إذا كان النمط مثلا جماعي يجب على الطالب وأولياء أمور أن يعلمون هذا الطالب مع من يجلس من أقراني، مستوى مذاكرته أو يعني ذكائي. ومن المهم جيدا في هذا السياق أن نتعرف أو نعرف بأن هناك فرق فردية ما بين
طلبة، فلا يعقل دائما أن المقارنة ما بين لكل طفل من هؤلاء وبأثر سلبا على كل طالب، يعني على حتى بين الإخوان إذا بتقارن صحيح. بين الأخ وأخوه بأثر عليهم بشكل مباشر صحيح. ولكن دكتور يعني إحنا قاعدين بنوجه الأهل لهذا الموضوع الهام جدا كمان أهمية الاستعداد بشكل مبكر وقبل بفترة للطالب وانعكاسه عليه بشكل إيجابي، وشو يعني في بعض أساليب ممكن نعلمها للأهل اليوم لحتى أنه يبلشوا بشكل مبكر دائما، وتهيئة الطالب نفسيا أنه أنت عندك امتحان مش بينه يوم وليلة، أنه امتحان وسكر الحياة عليه، أنه خلص أنت لازم يعني بين حياة وموت بصف الموضوع. يعني أعتقد الإجابة على هذا السؤال أقول أنه يجب علينا أن نعرف ونلقي نظرة على واقع التفاعل مع التعلم في البيئة الأسرية. الأسر اللي معتادة على تدريس أبنائها في المنزل ومراجعة المادة الدراسية، ترى فترة الامتحانات لا تكون فترة ثقيلة بالنسبة، ما بيكون ضغط كبير ولا يكون في هناك ضغط نعم. ولكن في هناك بعض الأسر لا يقدمون أي مستوى من الاهتمام لأبنائهم إلا بفترة الامتحانات، فيحاول إقصاء الطفل عن أقرانه، عن الأنشطة، عن حتى الجو الأسري والتفاعل الأسري، وهذا ليس يعني ممارسات هذه مثل هكذا ممارسات ليست جيدة. ولكن ينبغي اليوم أنه أولياء الأمور يعوا تماما بأنه أحد أسرار النجاح في الامتحانات هو الجو النفسي الطيب الذي يجب أن يتمتع فيه الطفل أو الطالب، لكن ولا نثقل عليه بكثير من النصائح وأنت ما بتعرف مستقبلك وأنت لا تعلم إلى أين أنت ذاهب وما شابه ذلك، ومن هذا الكلام وهذه العبارات التي جزء كبير من هذه العبارات للأسف يكون لها انعكاسات سلبية. ترى أن يخفق الطالب في أداء امتحان أحيانا في كثير من الأحيان له نتائج إيجابية بالمناسبة. من ذلك على سبيل المثال عندما نطلع الطفل على أن إخفاقك من هذا الامتحان قد يدفعك إلى تعلم، قد يدفعك حافز إلى الحافز أو يثير نعم. لديك الدافعية في التعلم في المرات القادمة، محاولة تصحيح الأخطاء إن وجدت، محاولة استثمار الوقت في هذا السياق. ولا نركز بالمناسبة على الاستجابات الخاطئة وعلى النتائج الخاطئة، ونذكر الطالب دائما بمراحل والإخفاقات التي كان يمر فيها في أوقات سابقة نعم. فنبدأ من السهل حتى نعلم الطفل بعض الاستراتيجيات التي يمكن له أن يتفوق في الاختبارات أو يجتازها بنجاح. من ذلك نقول له راجع المادة، راجع الأسئلة واطلع على الأسئلة جميعها، ابدأ بالأسئلة السهلة على سبيل المثال، اترك الأسئلة الصعبة إلى الآخر، حاول أن توزع وقت الامتحان في على الأسئلة، نظم أفكارك قبل أن تبدأ بالإجابة. وهناك كثير من الممارسات، لكن كثير من الطلبة والكثير من الأطفال مباشرة أول ما يبتدأ بالسؤال الأول ويبدأ بالإجابة على هذا السؤال نعم. فقد يعطيه وقتا أكثر مما يستحق على حساب الأسئلة الأخرى التي هو بالأساس لم يطلع عليها. فمراجعة الأسئلة في هذا السياق مفيد، أيضا محاولة تعليم الطفل كيف يقدم الإجابات محددة عن الأسئلة، وأن لا يدور كثيرا في فلك الإجابة دون أن يقدم الإجابة في هذا الأمر. باعتقادي التواصل مع الوسط المدرسي بالنسبة لأولياء الأمور مفيد في هذا السياق. كيف يكون ذلك؟ عندما يأخذ ولي الأمر نصائحه من المرشدين في المدرسة وبقية المعلمين كيف يتفاعل أو يتعامل مع ابنه في هذا الأمر. طبعا حقيقة أود أن أشير أيضا إلى نقطة غاية في الأهمية، نحن نطرح اليوم هذا الموضوع ونركز عليه لما له من انعكاساته الإيجابية في واقع حياة الطالب وحتى في واقع حياة أسرته، لكن اليوم في عنا لا ننسى أنه في هناك جزء من الأسر لا تعي قيمة أيضا لهذه المرحلة نعم. فلذلك تعتبر أن فترة الامتحانات هي جزء من الفترات التي يمكن أن يقضيها الطفل في الأنشطة واللعب في هذا السياق، ويتاح له تحت ذريعة بأنه المهم امتحان ساعة وبينتهي. ولذلك ينبغي حتى علينا التفكير جيدا في فترة الامتحانات ونحن مقبلين عليها عند تقديم الامتحانات، وما شو البرنامج الذي يمكن لنا أن نهيئه للطفل ما بعد انتهاء الامتحانات. الفراغ قاتل، لذلك طبعا. يجب أن نملأ الفراغ بكثير من الأنشطة في هذا السياق. طيب دكتور،
طلابنا نفسيا بيكونوا تعبانين إذا قدموا الامتحان وما كان تمام. كيفية التعامل مع الأطفال أو الطلاب ما بعد هذا الامتحان من مراجعة للأسئلة وبنشوف قديش هم صار عندهم إحباط للامتحان اللي بعده، ما في طاقة ما في همة إنهم هم يدرسوا، كيف بدنا نخليهم نفسيا مرتاحين وينسوا الامتحان اللي ما زبطوا فيه؟ ما في شك بأن الأوضاع النفسية تؤثر على شكل تقديم الطالب للامتحان. إحنا اليوم بنعيش في ظروف إجمالا يسودها نوعا ما يعني كثير من الآثار السلبية وكثير من الإحباط وكثير أحيانا من تشعر بأن هناك جو يعني سلبي طبعا نتيجة ما نعيشه من ظروف، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عن الأمة والظلمة والاضطهاد والعدوان. ومثل هذه الممارسات وهذه الضغوط النفسية قد يكون لها انعكاسات سلبية، فما بالك إذا كان الطالب يعيش هذه الأجواء وبالمقابل هو تقدم الامتحان أخفق في بعض الامتحانات أو كانت نتائجه كما يجب ومقبل على امتحانات أخرى. ففي هذا السياق نقول لأولياء الأمور علينا أن نخفف من حدة التوتر والقلق الذي يمكن أن يكون سائد في بعض الأجواء الأسرية، ومن الممكن أيضا أن نستثمر هذه الأشكال من التوتر والخوف فيما هو قادم بالامتحانات. نقول للطالب استعد جيدا، هدئ من روعك، لا عليك مما انتهينا منه امتحانات، نحن مقبلين على امتحان آخر، فبإمكاننا أن نحاول أن نعوض ما كنا نحرص على أن نقوم به في الامتحان السابق. لكن أن نعظم الإخفاقات ونذكر دائما بالإخفاقات التي كانت في الامتحانات السابقة، ونطلب بنفس الوقت من الطالب الأداء الجيد في الامتحانات القادمة، هذا ليس من الحكمة. دكتور يعني تتم لحديثك، وأنا عشت هذه التجربة أثناء الثانوية العامة، يعني كان أول امتحان بجزء من الامتحانات الصعبة كانت بين الحين والآخر، وتأثرت نفسيا بشكل كامل. ويعني واحد من أهم الرسائل أنه انسى كل شيء قدمته وخليك بالمرحلة القادمة وامتحانك القادم، فبتتعدى هذه الأمور. ولكن يعني جزء رئيسي من الاستعداد للاختبارات والامتحانات دكتور اللي هو للعائلة للطالب، ولكن هناك ناحية كبيرة جدا للمدرسة. هلأ المدرسة بتعمل تهيئة بيئة مناسبة، ولكن بعض الأساتذة والمعلمين والمعلمات مجلهم تحية صباحية أيضا بيعملوا رعب للطالب أو بعيشوا بحالة نفسية سيئة بين خصوص المراحل السنية أو العمرية الصغار بالسن، كأنه مقدم توجيهي، ومرات بعض التصرفات يعني السلبية ما بدنا نحكي أمر آخر تؤثر على الطالب وتؤثر على تأديته لامتحان، وحتى ما بده يبطل يرجع على المدرسة بين الصف الأول الثاني والثالث. فشو بنحكي عن هذا الموضوع؟ يعني لنعترف أنه جو الخوف من الامتحانات جو حاضر بالمشهد، وللأسف الممارسات التي كانت عبر عقود مضت من التفاعل مع الاختبارات هي من أنشأت مثل هكذا رهاب أو هكذا خوف أو حتى قلق إن جاز لنا التعبير من الاختبارات والامتحانات. لا نقول بأنه يعني كامل النظام المدرسي يساعد على مثل هكذا خوف، نقول بعض الممارسات السلبية عند بعض المعلمين الذين نقدرهم ونجلهم ونحترمهم، ومثل هذه الممارسات قد تكون من باب حرص المعلم طبعاً. على تحفيز الطالب قطعا، على تحفيز الطالب بأن يحصل على نتائج إيجابية. لكن ما ينبغي علينا تنبيه أو تذكير المعلمين له وحتى تذكير أولياء الأمور بأن نتذكر بأن الطالب هو لديه الاستعداد للخوف مسبق ومستني على نراعي طبيعة حتى النصائح التي نقدمها للطلبة، ونرى مدى انعكاس مثل هكذا نصائح في واقع تحصيل الطالب. الجو العام الذي أحيانا يكون سائد في بعض المؤسسات التربوية، وتختلف أحيانا طبيعة التفاعل مع فترة امتحانات المدرسة إلى أخرى، البعض من المدارس تهيئ فتشعر بأنك بأوقات وكأنك أشبه بالأعياد نتيجة تزيين المدرسة والتحضيرات وما شابه ذلك، ومقابل ذلك في هناك بعض من أشكال المؤسسات التربوية اللي بتضفي يعني بتثير القلق أحيانا أكثر مما ينبغي في هذا السياق. الأسرة كذلك بعض أولياء الأمور يقبلون على فترة الامتحانات بنفسية طيبة مرتاحة ويهيئون أبنائهم لهذه الامتحانات بشكل إيجابي، والبعض الآخر قبل أن تبدأ الامتحانات وهو يتوعد لنرى بنشوف بالامتحان شو ممكن بتحصل وهكذا، وبتبلش من هكذا عبارات. فالنظر إلى أو يعني عندما نطلب من الطالب أن يحصل أداء جيدا في الامتحانات أو يتفاعل مع الامتحانات بشكل جيد أو حتى يتجاوز هذه الامتحانات بنجاح، فينبغي ألا نرمي الحمل فقط على المدرسة أو حتى على أولياء الأمور. الطالب هو بحد ذاته شريك في ذلك، فينبغي أحيانا أن ننبه حتى الطالب طبعا لما ينبغي أن يقوم به من سلوكات. بابا
بإمكانك أنت بهذه الفترة على سبيل المثال معك الآن مثلا نصف ساعة، بإمكانك أن تراجع لي مثلا على سبيل المثال الوحدة الأولى، وبعد ذلك بإمكانك أن تأخذ استراحة مدتها 5 إلى 10 دقائق، ومن بعد ذلك يمكن لي أن أطرح عليك بعض التساؤلات. من الممكن أيضا أن أتشارك مع الطالب في حصر بعض الأسئلة التي ممكن متوقعة، التي أتوقع أن يتم تساؤل تكون موجودة في الامتحانات. فأيضا من المفيد جيدا إذا كان في هناك اختبارات سابقة، وغالبا الكثير اليوم من الوحدات الدراسية تنتهي ببعض التساؤلات. صحيح. فممكن أطرح مثل هكذا تساؤلات وأطرح بالزبط. وأضيف عليها تساؤلات أخرى. جميل أن أعيش مع الطالب الجو الإيجابي. كما قلت لك العلم بالتعلم، ومن الجيد في هذه من الممارسات الجيدة في هذا الأمر أن خاصة في المراحل العمرية المبكرة أن نجعل الطفل يتعلم من خلال كثير من الممارسات كاللعب على سبيل المثال. نعم. من الممكن أن أوصل وأعمل على تعزيز الأهداف التربوية التي مدرجة في محتوى ومنهاج الطالب من خلال ممارساتي مع الطفل وأنا بلعب مع طفلي مثلا. أكيد. وحاول أذكره ببعض المعارف التي تناولناها قبل قليل، بمعنى أن لا نفصل المحتوى عن الأنشطة التي نمارسها مع أبنائنا. تهيئة الجو لطلابنا أمر مهم جدا. صحيح. ولما بنطلب منهم ياخذوا بريك، بعض الأبناء برفضوا أنهم ياخذوا بريك، بيكون التوتر عنده عالي ما بده، أو بخاف أنه يتشتت. يعني لما بنطلب منهم مثلا خذ نص ساعة روح العب فيها أو امسك موبايلك، برفض. فهل ممكن يكون سبب بتشتت دماغه بده يضل مركز بالدراسة، يعني ولا مع تقسيم الوقت مش ضروري لعب أي شيء تاني؟ شوفي، قضية مراعاة الوقت قضية مهمة. غالبا الأبناء الذين لا يعطون لقضية توزيع الوقت أهمية، غالبا هم لا يدركون أحيانا أهمية توزيع الوقت. هم يعني حرصهم على أن الوقت مهم، فيحاولون استغلال كل دقيقة. حتى أكل برفضوا ياكلوا. صحيح. دكتور، هم لديهم قناعة بأن الوقت مهم، فهم يحاولون استغلال كل دقيقة. لكن علينا كأولياء أمور أن نعطي أيضا أهمية إلى قضية توزيع الوقت. أحيانا كثيرا من الأبناء ينام، يعني يسهرون الأوقات متأخرة، ما بيكون نايم، ما بيكون شبعان، نوم هناك بالزبط. نوم كافي. وأحد أسباب التقدم الامتحان بشكل جيد الاهتمام بالصحة، بالعناية الصحية البدنية، أخذ أوقات من النوم كافية، حتى طبيعة تناول الأطعمة والأشربة المناسبة في هذا الوقت. لكن مهم جدا أن نعطي أو نعظم قيمة توزيع الوقت. أن بإمكاني أن أجلس ساعات طويلة وأنا أمسك الكتاب وأدرس في هذا السياق، لكن سأبقى على صفحة واحدة وعلى صفحة، ومن الممكن أن أقلب هذه الصفحة دون أن أعي ما كان فيها بالمطلق، فأضطر إلى أن أقلب إلى صفحة أخرى بغية الحصول على معلومة جديدة أو أن أغير الموضوع. فلذلك مهم جدا أن نعطي قيمة لتوزيع الوقت، وننبه أبنائنا الطلبة على أن توزيع الوقت سينعكس إيجابا، خاصة إذا ما كان هناك تنظيم حقيقي. طبعا. وهناك جدول ممكن أن نسير عليه في فترة الامتحان. نعم. جميل. هلا في وقت محدد دكتور، يعني ممكن إنه إحنا ننصح الناس بأن يكون مخصص للأطفال، ممكن ساعات الصباح الباكر مثلا أو بعد الغداء أو إنه قبل النوم؟ ويعني في دراسة بجوز يعني زودتنا فيها زميلتنا المخرج ورود الخزاع، لأنه 45 دقيقة إنه يعني خلاص بكون هو تمام، بعد هيك ممكن يبلش يفقد قدرته على متابعة الدراسة بشكل إيجابي، بعدها أنه خلاص ما راح يقدر يستوعب الدراسة بشكل حقيقة عام. الدراسات التي تناولت أو يعني استهدفت بشكل محدد الأوقات المثلى للتعلم عديدة ومتنوعة، منها ما ذكرت كما أشارت بعضها إلى أنه أي وقت ما بعد الاستيقاظ من النوم، خاصة في الصباح الباكر، مفيد جدا. أو قبل النوم ب 45 دقيقة مثلا. قبل النوم علينا أن نراعي، هذا لا يمكن فصله عن الظرف الصحي والنفسي للإنسان، لكن نسأل هنا سؤال غاية في الأهمية، هو نحن كم من الوقت نمضيه حقيقة في التعلم الحقيقي؟ أنا من ممكن أجلس ساعات طويلة وأنا ماسك وأنا ماسك الكتاب، لكن لا يوجد تعلم حقيقي. شتت وما في تركيز. أنت تشوف اليوم طلبة في الجامعة مدة المحاضرة على سبيل المثال 50 دقيقة، فترة التعلم الحقيقي قد يكون أحيانا لا تتجاوز الربع ساعة مثلا أو حتى. نعم. في المدارس. فعلينا استثمار الوقت الحقيقي للتعلم، وأن لا يعني نقيس الأمر بالاستعداد للاختبارات بالفترة التي يبقيها الطفل نحن كنا طلبة مدارس وكنا نعطي بعض الأوقات، وبالمناسبة لم نكن نعلم هذا الأمر، لكن قد يكون جاء معنا بشكل عفوي، لكن كنا نختار أوقات محددة للتعلم. الصباح الباكر مفيد. أيضا كنا نوزع المهام بالزبط. وتوزيع المادة الدراسية، لا نثقل على أنفسنا، ولذلك أحيانا
يعني الحمد لله كان واحد فيهم تعدل الأمور من عدة الأمور بشكل بس ما في شيء بثبت أنه تركيز الدماغ بهذا الوقت بيكون أفضل من وقت ثاني. تركيز الدماغ في فترة الصباح أكثر من غيره من الأوقات. كما نقول بأن تركيز الدماغ مثلا ما بعد فترة الظهيرة وبعد الغداء غالبا لا يكون جيدا، لذلك في هناك نوع من الخمول إذا ما كان هناك تناول الغداء. طبيعة الأطعمة التي تناولها الشخص أيضا له انعكاساته. أنت ليش عندما مثلا تتناول مادة شوكولات على سبيل المثال في هناك بيصير عندك نوع من النشاط، طبيعة تركيبة المادة وأثرها على الحالة الصحية. لكن على سبيل المثال أنت قم مثلا بتناول وجبة الغداء ولتكن المنسف الأردني على سبيل المثال، تشعر بالخمول. فأحيانا يعني كذلك الأمر هذا يعني في هناك انعكاسات للحالة الصحية للحالة الغذائية طبعاً ولها دور كبير في مستوى نشاط الطفل. أكيد يعني هناك أدوار متعددة فعلاً. دور للطالب بشكل مباشر خصوصي صحيح بالمراحل معينة فئات عمرية للأم وللعب بهذه الأسرة وأيضا دور للمدرسة. كل الشكر لك دكتور، يعطيك ألف عافية. ويعني هذا رسالة صباحية نبثها من أسرة برنامج يوم جديد لكل الأهالي للاعتناء وتوفير بيئة آمنة ومناسبة طبعاً. وصحية لأطفالكم للاختبارات المدرسية، وأيضا الطلبة أن يشدوا حيلهم طبعاً. إن شاء الله توفيق للجميع. بدي أركز على موضوع صحية الأمهات، رسالة لكل الأمهات تعتمد الأكل الصحي الهيلثي المناسب لأبنائها وطلابنا لحتى ما يشعروا بثقل شديد، يعرفوا يدرسوا ويكونوا قادرين يركزوا بكل الامتحانات. وإن شاء الله الله لا يضيع لهم تعب لا طلابنا ولا الأهالي أيضا اللي مشرفين على أبنائهم. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بتجيبوا أعلى العلامات.